السلام عليكم. النابغة الذبياني من فحول الشعراء، شعراء الجاهلية، وسمي أصلا النابغة لنبوغه في الشعر وبلوغه منتهى. المهم قال قصيدة سيئة في زوجي النعمان بن المنذر، قصيدة فيها عرض وشيء من وصف السرير إلى غير ذلك. فأهدأ النعمان المنذر من ملوك المناذرة الكبار ورجل صاحب بطش، فأهدر دمه. فجعل النابغة الذبياني يبحث عند العرب إجارة من هذا التهديد بيسلم، فما وجدها، ما حد جارة، لأن اللي يطلبه النعمان المنذر بيد بطش وجيش. المهم حمل أكفانه وقدم إلى النعمان المنذر، ثم قال قصيدته الشهيرة الاعتذار: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن كنت قد بلغت عني خيانة لا مبلغك الواشي أغش وأكذب. ثم استرسل في المدح النابغة ذبيان للنعمان المنذر: ألم ترى أن الله أعطاك هيبة، لها كل ناجم في السها يتهيب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. أردت أن أدلل على قيمة الاعتذار. عد بعض الأدباء الاعتذار في باب المدح، لأن الذي يعتذر إليك إنما هو يمدحك ويبين فضلك عليه، لكن الأجمل هو أن تقبل هذا الاعتذار. هذا من علامات النفس الكريمة، قبول الاعتذار. ومن اعتذر لك خضع لك مثل ما يقولون البدو، وقال العرب قديما: ما أذنب من اعتذر. أن تقبل الاعتذار وتطيب نفسك وتصفح، خلاص ترى الاعتذار، احنا عندنا اعتذار وبروب عذاب، اللي يعتذرنا ونقبل اعتذاره، بس من ان ياتي الوقت الذي نعير بذنبه السابق، لا، هذا ما هو بقبول اعتذار. ما دمت قبلت الاعتذار انتهى الموضوع، فاصفح الصفح الجميل. مو هو بتقبل الاعتذار ولا من سنحت لك الفرصه ان تذكر بذنبه السابق، لا، انت لم تقبل الاعتذار في الحقيقه. خليك رجال، لا قبلت الاعتذار خليك عند كلمتك. سلامتك.